السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. هذه قصة أنا أعرف صاحبها مباشرة، وأنا مسؤول عن صحة هذه القصة، قصة صحيحة وأعرف صاحبها مباشرة. يقول صاحب القصة: في سنة من السنين اعتكفت في العشر الأواخر في أحد المساجد في مكة المكرمة، طبعا هو من أهل مكة. يقول: أنا دائم أقرأ في السير وأسمع عن السلف كيف كانوا يقرؤون القرآن، وكيف أن بعضهم كان يختم القرآن كل ثلاث، يعني كل ثلاث أيام له ختمة، وبعضهم كل يومين، وبعضهم يعني يختم القرآن في يوم واحد، ومنهم عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة. يقول: كنت أسمع هذا وأقرأ في السير، لكن ما قد جاء على بالي يوم إني أجرب، لكن سبحان الله ذيك السنة يقول يعني جاء على بالي إني أجرب واستعين بالله. يقول: وبدأت في قراءة الختمة من بعد صلاة الفجر، يقول: وأقرأ حدر، ووجدت أن الجزء يأخذ مني 20 دقيقة تقريبا، الجزء الواحد يأخذ 20 دقيقة، يعني الساعة يقول أخلص فيها 3 أجزاء. يقول: جلست تقريبا 3 ساعات أو ساعتين ونص، غلقت تقريبا قريب 10 أجزاء. يقول: فقلت يعني الختمة قريبة الآن، تونا يعني حول الساعة 9 أو 8 ونص. يقول: خلصت لي تقريبا 7 أجزاء 8 أجزاء، وتعبت ونمت وأكملت بعد الظهر إلى العصر، أكملت جت التراويح. المهم يقول: وبعد ما صلينا التهجد يقول قرأت وختمت قبل أذان الفجر، يعني بدأت من بعد صلاة الفجر، يعني بديت في الختمة من بعد صلاة الفجر وانتهيت قبل أذان الفجر، يعني أقل من 24 ساعة. يقول شيء عجيب طبعا. يقول: لا تسل عن الفرحة اللي سكنت قلبي في تلك اللحظات، وقبلها يقول صرت حريص على الدقيقة في أثناء اليوم. يقول: لأني صرت أعرف أن الجزء 20 دقيقة، والعشر دقائق نصف جزء، 5 دقائق ربع جزء، فصرت أستخسر الدقيقة. يقول: والله أكرمكم الله، إذا بغيت أروح دورة المياه يعني أروح مسرع ولا أكلم أحد. تعرف الشباب في الاعتكاف يعني يكلمون بعضهم وكذا. يقول: ما عاد أكلم أحد، صرت أحسب يعني الدقيقة. يقول سبحان الله: تذكرت يعني أقوال بعض السلف اللي يقولون إيش، يعني كان أحدهم يمشي في الأسواق فإذا رأى البطالين، يعني البطالين اللي هم إيش الجالسين بدون شغل، يقول جالسين في الأسواق، يقول قلت في نفسي: ليت الوقت يشترى فأشتريه منكم. والله إني تمنيت إن الوقت يشترى وأشتريه من بعض اللي قاعدين يسولفون. يقول: وختمت القرآن في أقل من 24 ساعة ختمة كاملة، وصليت الفجر مع جماعة المسلمين. يقول: وقرأت ما تيسر بعد ذلك إلى الإشراق. يقول: وغلبني النعاس ونمت، ورأيت في المنام رؤيا عجيبة. اسمع، يقول: رأيت كأني جالس في مكاني اللي كنت أقرأ في القرآن. يقول: وإذا بشيء أسود مقبل علي، كأنه مومياء أو كأنه هيكل عظمي محترق تماما. يقول: هيكل عظمي ماشي جهتي كذا متفحم، يقول، ويمشي يتخطى الناس كذا ومتجه لي. يقول: أنا في نفسي إن هذا شيطان جاي يؤذيني. يقول: وما زال يقترب حتى وقف على قرابة تقريبا 2 أو 3 متر مني. يقول: فلما وصل هذه المسافة سقط على وجهه. يقول: وارتطم على الأرض. يقول: والله حتى من شدة الارتطام ارتطم على وجهه، يديه يقول ارتفعت الخلف ثم سقطت، يعني كأنه مات احترق تماما. يقول: والله إن راسه قريب مني يمكن ما بيني وبينه إلى نصف متر. يقول: فاستيقظت ما أدري أنا فزع ولا فرح من هذه الرؤيا، لكني متيقن أنها رؤيا حق. ويكمل ويقول: والله كنت أشعر سبحان الله بآلام، آلام متفرقة في جسمي، في المفاصل، في كذا، صداع في الرأس. يقول يعني أحيانا من ملازمتها لي تعودت عليها، خلاص أصبحت عندي يعني خلاص عرفتها.
يقول استيقظت وقمت وكأني كنت لابس يعني ثوب يعني ثقيل أو كنت حامل حمل ثقيل وألقيته عن ظهري. يقول شعرت كأني ولدت من جديد. وصدق ورب الكعبة، هذا كتاب الله بين أيدينا، وهذا شهر القرآن، تداووا بالقرآن، استشفوا بكلام الله. هذه رسالة أحببت أن أذكر نفسي وإخواني، هذا شهر القرآن، تداووا بالقرآن، أكثر من التلاوة. أنا ما أقول يعني إذا ما تستطيع تختمه في يوم، هذا أنك تختمه في يوم أو في يومين هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن إذا ما استطعت ذلك فلا تحرم نفسك الفضل. أسأل الله في هذه الليالي أن يعينني وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.